السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. حم الله والديك. شلونكم؟ حم الله والديك. ابو من؟ ابو عباس. ابو عباس الاخ. نور الهدى. نور الهدى. حوراء. حوراء، حياكم الله. بنات حضرتك؟ لا، هاي بنتي وهاي بنت ابني. هي مرت ابني. اي نفس الشيء. نفس الشيء. نفس هم بنتك ان شاء الله، الله يحفظهم ان شاء الله. الله والديك. شلونكم يا رمضان؟ والله الحمد لله بخير. معاناة البنات والشناين هالايام جاي اشوفها على السوشيال ميديا. نعم. عرك على اللماعين، شنو هاي القضية؟ لا ان شاء الله ما كان متفقين يعني موزع الادوار. اي زين، موزع الادوار. شلونك حجينا؟ والله الحمد لله بخير. لا انا وين بالمصر؟ بالشارع الجنابي. شارع الجنابي، حياكم الله. الله يهديك. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يهديك. عندنا سؤال. اي تفضل. اذا جاوبتون نعطيكم جائزة ان شاء الله. سؤالنا يقول: في اي عام تم افتتاح الجسر الايطالي بالبصرة؟ بسيط ترى. بال 2018؟ لا. ها؟ 16؟ لا. 14؟ والله وصلتوا. والله وصلت 17. ها؟ 17. 17 يا غششة؟ لا والله ما حد غشش. ها والله. صح، عام 2017. جائزة مقدمة من صالون بياض الثلج، تقاطع جازينو البناء. هاي البنات بعد. والله بعد بكيفكم. يحتار البنات والشنايب هاي. مشكور. حبيبي والله عليك حبيبي. حياك الله، نورتونا. هلا، رمضان كريم.